طيب احنا كمان يا دكتور دلوقتي لو هنتكلم عن مرض زي فيروس سي، احنا مصر تفوقت على دولة كبيرة زي الولايات المتحدة في علاج مرضى فيروس سي، دلالة ده ايه؟ احنا مصر حضرتك كان فيروس سي، يا ربنا يديكم الصحة، يمكن ما حضرتوش الأزمات الكبيرة جدا للإصابة بالهرش قبل كده، والإصابة بالفيروسات الكبدية، وكانت مشكلة حقيقية. كان كثيرا من المصريين مصابين بمرض البلهرسيا، لغايه ما وصلنا الى اقراص لتعالج البلهرسيا، وكان 6 اقراص وانتجتهم احدى شركات الدواء. فالبلهرسيا طبعا الحمد لله سيطر عليها تمام. فضل بقى الفيروسات الكبديه. فيروس سي ملوش تطعيم لحد دلوقتي. وعشان كده حضرتك كان الحاله اللي بتشخص كان لازم تاخد علاج. المرض الفيروس سي ده كان مرض خطير جدا، معدي، بينتقل عن طريق الدم، بينتقل عن طريق الحقن غير الامن، بينتقل في بعض الممارسات اللي فيها بيتم تعرض المريض لبعض الدم والالات والكلام ده كله. النهارده بقى في سيطره تماما على هذه الوسائل من ناحيه، ومن ناحيه اخرى والحمد لله، وطبعا البلد وسياده الرئيس والحكومه تبنت العلاج الكامل والشامل لفيروس سي بالأدوية. وكان الدواء كان ثمنه غالي جدا جدا، واستطاعت مصر بمكانتها وقدرتها وعلمها انها توفر الأدوية لأقراص لملايين المصريين بأسعار معقولة جدا. لحد هذه اللحظة اي حد سواء بيجي او موجود عنده يعني فيروس سي بيتم العلاج بالمجان. وفي ظل التوجهات الرئاسية والحملات الرئاسية والحملات الطبية للكشف على فئات مختلفة من الشعب، وطلاب الجامعات وطلاب المدارس والداخلين الكليات وكل ده، حتى الآن اللي بيقبلين على الجواز ضمن الشهادة اللي هي هياخدها الشاب أو الشابة المقبلة على الجواز بيتكشف على فيروس سي. وأي حالة مشتبه فيها أو كده بتاخد علاج فوراً ومجانا. والنقطة الثانية بقى المهمة يا أستاذ شاذلي يا أستاذ بسان، إن في متابعة لهذه الحالات. عظيم. يعني حتى اللي خد علاج بيحصل نوع من المتابعة الدقيقة والمستمرة، حتى لو في أي احتمالية الآن أي انتكاسة بيتم العلاج. عظيم. دكتور محمد، تم فحص في هذه الحملة حوالي 60 مليون مواطن، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. طيب، إيه اللي اكتشفناه؟ اتفضل يا فندم. إيه اللي اكتشفناه من خلال هذه الحملات؟ بيتم فيها ملايين النهارده الشباب اللي داخل الجامعه، الشباب اللي داخل يكشف في بعض الكليات المدنيه او العسكريه، زي ما قلت لسيادتك المقبلين على الزواج، حمله 100 مليون صحه كان من ضمن مكوناتها انك تكشف على الوراثات الكبديه A وB وC، وطبعا B لا في تطعيم دي، عشان كده النسبه يعني الحمد لله. انا كان عندي احصائيه ما بين مثلا 10 15 سنه ودلوقتي الارقام بقت حاجه يعني دخلت في النطاق العالمي اللي انت تقدر تقول انت ما عندكش. لما تقول مثلا حاله لكل 100,000 او كده، فالرقم بينخفض كثيرا والحمد لله. صحيح. من خلال بقى هذا الفحص اكيد بقى عندنا قاعده بيانات، يعني مثلا من خلال كل هذه الحملات هل اكتشفنا مثلا انتشار فيروس سي في منطقه من المناطق؟ فده خلينا نرجع نفكر ايه سبب انتشاره في هذه المنطقه. شوف سيادتك، ده سؤال وجيه جدا ومهم. بحكم خبرتي الطبيه، البلاد او المحافظات اللي كانت زراعيه معتمده تماما على الزراعه، وكان فيها تم التعرض لمياه الترع وكده، ما اعرفش حضرتك لحقت الكلام ده ولا لا. لحقت يا فندم؟ لا لحقت. كان مرض البلهرسيا منتشر جدا، وده كان مرض البلهرسيا هو كمرض اولا، وثانيا لان كان زمان العلاج في حملات يا فندم كتير في التلفزيون واعلانات. طيب، فكانت الحقن لسه عمليه التطعيم او استخدام الحقن الامنه اللي تتاخد لمره واحده ما كانتش موجوده. لكن دلوقتي بيتم طبعا، كان زمان لو الخريطه يعني مثلا اللي قاعدين في القاهره في مناطق ما فيهاش لا ترعى ولا الكلام ده كله بيبقى اقل. محافظات زراعيه كاملا كان النسبه بتبقى اكثر. لكن في المتوسط يعني كل هذه المحافظات تم العلاج، وتم زي ما قلت قبل كده سيادتك تم السيطره على البلهرسيا. ما بقيناش نستخدم الحقن الترطير المقيء، الادوات الجراحيه معقمه، ادوات الاسنان معقمه،
في انفكشن كنترول او السيطره على اي التهابات ممكن تنقل، الدم تآمن تماما. كل دي كانت حاجات تساهم في انتشار الفيروسات، ما بقتش موجوده حاجه. واحنا دلوقتي يا دكتور بنقدر نقول ان مصر خاليه تماما من فيروس سي. شوفي حضرتك، عشان اكون امين مع حضرتك، بالمعايير العالميه خاليه. لكن كونك يعني اصل المعايير العالميه ما بتقولش صفر اصابه. بتتكلم مثلا على ارقام قليله جدا، مش عارف كم من 10% في 100,000. فعشان ما حدش يقول احنا لقينا حاله فيروس سي، ممكن تبقى في حاله. ثانيا، في نسبه قليله جدا اقل من 5% من الحالات التي يتم علاجها ممكن يحصل انتكاسه وبتعالج وتخف بعد كده. فبالمعايير العالميه احنا خاليين، لكن بحكايه ان ممكن اكتشف حاله هنا او هناك اكيد وارد طبعا، او حد وارد من الخارج. عشان يبقى الكلام صحيح 100% ونستمر كلنا ونتابع في الكشف ومتابعه الكشف بعد العلاج. عظيم. كل هذه المبادرات اعتقد يا دكتور محمد كان ليها انعكاسات كبيره جدا على المستشفيات في مصر، على الواقع الصحي في مصر بشكل عام. ما بقاش في ضغط على المستشفيات اعتقد، لان احنا عندنا مبادرات بتهدف الى الكشف المبكر عن امراض كتيره جدا وعلاجها، فما بقاش في ضغط على المستشفيات. سيادتك، الضغط طبعا مستمر، لكن مش بضغط زي زمان. لان ما شاء الله حضرتك طبعا عارف اعداد السكان كثيره جدا والامراض موجوده، امراض المزمنه والامراض الحاده. لكن ايضا كان في مبادره رئاسيه جميله جدا وطبقت، ولو تعرف النتائج هتستغرب حضرتك، وهي فتح العيادات للمؤسسات الحكوميه والتامين الصحي بعد الظهر. يعني سيادتك كان العيان عشان يروح يكشف في التامين الصحي او في بعض المستشفيات لازم يروح من الساعه 8 للساعه 2. صحيح. دلوقتي بقى في عيادات مسائيه. رفعت الضغط بشده بنسبه لا تقل عن 35% عن الاقبال في الفتره الصباحيه. ثانيا، حضرتك رفعت معاناه ان العيان اللي عايز يروح يكشف في الفتره الصباحيه لازم ما يكونش مرش الشغل بتاعه، ما يروحش المدرسه الى اخره. دلوقتي بقى في فتره مسائيه مريحه جدا، خففت العبء جدا عن الفترات الصباحيه. واللي ترددوا على هذه العيادات في الشهور اللي فاتت عده ملايين. انما فعلا لما بقى في سيطره على الامراض بنخفف العبء جدا على المرضى وعلى اسرهم، لان اسره المريض بتعاني اكثر من المريض نفسه. فحضرتك ده كله تخفيف عبء شديد بكل على المواطن وعلى الاسره وعلى المجتمع. وكل ده بكل تاكيد، كل هذه المبادرات لها تاثير كبير جدا على تصنيف مصر الطبي العالمي.